بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، مرحبا بكم إلى نصرة الأخبار من قناة النصر 24 والتي أبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية إدريس أديبي إتنو يجتمع مع لجنة متابعة قمة مدينة باو الفرنسية المتعلقة بإرسال قوات إضافية للدول الثلاث. الوفد الحكومي المفاوض والحركة الشعبية جناح مالك عجاري وقعان اتفاقا بشأن الحكم والصلاحيات في المنطقتين. تصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق، والجيش الأمريكي يعتزم وضع خطة لإعادة التمركز في العراق. كانت هذه العناوين، لكم التفاصيل، مرحبا بكم. رئيس الجمهورية إدريس أديبي إتنو يجتمع مع لجنة متابعة قمة مدينة باو الفرنسية المتعلقة بإرسال قوات إضافية لحدود الدول الثلاث مالي النيجر وبوركينا فاسو، وهي تضم قوات البرخان ودول الساحل. ويعتبر هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه، حيث أثنى الوفد على دور تشاد الفعال في استتباب الأمن والاستقرار بدول المنطقة. وأكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس أديبي إتنو بأن تشاد لا تزال في موقفها الداعم من أجل النهوض والتقدم والأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والسعي لمكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء. ترأس وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي باهيمي ديبيه ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية بالقصر الرئاسي حول الصحة العامة بالبلاد، والذي جمع عددا من أعضاء الحكومة خاصة الوزارات المعنية على رأسهم وزارة الصحة العامة وعددا من ممثلي المنظمات والهيئات الأممية بهدف مراعاة الأوضاع الصحية في البلاد. وركز الاجتماع على مواجهة خطورة فيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثيرين من سكان العالم، وأكد العمل على الحد من خطورة هذا الفيروس. وقال وزير الصحة العامة محمود يوسف خيال: يجب علينا وضع خطة وطنية عاجلة للحد من هذا الفيروس، وأحث المواطنين على اتباع إرشادات صحية والاهتمام بالنظافة الدورية. وقال إن الحكومة تبذل جهودها للوقاية من وباء كورونا المستجد. الإحصاء العام للسكان، تنظم اجتماعا لاعتماد ميزانية مشروع الإحصاء العام الثالث للسكن والسكان، الذي يعتبر من أولويات الحكومة التشادية ومساعيها الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 في شتى مجالات الحياة، وتنفيذا لتوصيات منظمة الأمم المتحدة التي تنص على إجراء هذه العملية الإحصائية على الأقل مرة كل 10 أعوام. واعتمد المشاركون في هذا المجال لأعمال هذا الاجتماع الميزانية العامة للإحصاء السكاني، وذلك للفترة ما بين العام 2019 وحتى العام 2022. أقام المسيحيون بمدينة مجرس حفلا كبيرا بمقر الكنيسة الكائن بحي سنتر. رئيس اللجنة المنظمة شكر مختلف اللجان المنظمة للحفل في سعيها الدؤوب لإنجاح هذه التظاهرة. ومن جانبه أكد القس برداني الفريد أن دخول البعثة الإنجيلية في تشاد قديمة جدا منذ الأذل، داعيا المسيحيين للتمسك بتعاليم الإنجيل المجيدة. وقع الوفد الحكومي المفاوض والحركة الشعبية جناح مالك عجار اتفاقا بشأن الحكم والصلاحيات والسلطات في المنطقتين. وقال رئيس لجنة الوساطة الجنوبية الفريق تود جلواك إن هذا يعتبر ضربة للبداية للسلام النهائي في السودان الذي ينتظره كل الشعب السوداني. وأضاف جلواك إن ما تم الاتفاق عليه يعتبر آخر مراحل للتفاوض في مسار المنطقتين، ولم يتبقى إلا القضايا القومية والترتيبات الأمنية التي تم إدراجها في مفاوضات الجبهة الثورية. وأشاد تود جلواك بالروح الوطنية الإيجابية لطرفي التفاوض ورغبتهم الأكيدة في إحلال السلام في الفترة المحددة. عالميا، تصاعدت الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق. وقالت شبكة NBC الأمريكية إن الجيش الأمريكي يعتزم وضع خطة لإعادة التمركز، فيما في ذلك نقل بعض الجنود إلى خارج البلاد، وفق ما ذكره 3 من مسؤولي الدفاع الأمريكي. وتشمل الخطة إخراج القوات الأمريكية من القواعد المشتركة بالقرب من الحدود السورية.
مع توالي التقارير بتفاقم وانتشار مرض فيروس كورونا في إيران، أورد استطلاع الرأي أن 89% من الإيرانيين يؤيدون فرض الحجر الصحي على المدن المنتشر فيها فيروس كورونا بشكل أكبر. وأشارت عضوة في البرلمان الإيراني أن هنالك أشخاص يغامرون بأرواح الناس بتقارير زائفة، حيث أثبتت إحصائيات رسمية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 14,000 من المصابين. أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن 2 من الجنود الأمريكيين 3 الذين أصيبوا في استهداف لقاعدة التاج نهار السبت حالتهم خطرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون في بيان لها إن قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية. وأفادت وزارة الدفاع العراقية بوقوع إصابات وسط جنودها بعضها حرجة، وأن الصواريخ استهدفت مواقع تشغلها قوات التحالف الدولي، وأخرى أصابت مدرجا للطائرات تستخدمه قوات عراقية. ومن جانبه قال الجيش العراقي إن الصواريخ أطلقت من منطقة الراشدية بواسطة منصات متحركة داخل مرآب، حيث ألقي القبض على مالك هذا المرآب. إلى هنا تكاملت هذه النشرة من قناة النصر 24، والتي أعود وأذكر بعناوينها. رئيس الجمهورية إدريس أديبي إتنو يجتمع مع لجنة متابعة قمة مدينة باو الفرنسية المتعلقة بإرسال قوات إضافية للدول الثلاث. الوفد الحكومي المفاوض والحركة الشعبية جناح مالك عقار يوقعان اتفاقا بشأن الحكم والصلاحيات في المنطقتين. تصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق، والجيش الأمريكي يعتزم وضع خطة لإعادة التمركز في العراق. تقبلوا تحيات فريق العمل من قناة النصر 24، إلى اللقاء.